نطلب الأصحاب ومدربي خيول المجموعة الخامسة رجاء تعديدها في أسرع وقت ممكن لكل من صقر تمرة وتشيتا بناري. إذن يا الفرس شيدا بناري مع الخيال أياس أبو جبل المالك نفتالي والمدرب أيضا نفتالي. بحر مع الخيال معاذ أبو علي. نحن بانتظار طمرة مع الخيال نزار غرفات أيضا. مالك الحاج عبود الزعبي المدرب أيضا الحاج عبود الزعبي وبقيادة الفارس نزار غرفات. ثلاثة مشاركين ومشاركات في الشوط الخامس. على بركة الله تعالى بانطلاقة موفقة لشيتا بناري. بحر وطمرة بنزاع على المرتبة الثانية. إياس أبو جبل على صهوة شيتا بناري. معاذ ابو علي من خلفه على صهوة بحر. طمرة متأخرة ما بعض الشيء لكن النزاع ما بين شيتا بناري وبحر. اياس ابو جبل ومعاذ ابو علي قرابة المنعطف الاول بسرعة هائلة جدا. ما زالت شيتا بناري متصدرة المجموعة. بحر مع معاذ ابو علي حاول تقليص الفارق وطمرة متأخرة ما بعض الشيء. هاي الخيول الان بالمراحل الاخيرة من هذا الشوط. اياس ابو جبل على صهوة شيتا بناري. معاذ ابو علي على صهوة بحر من خلفه يحاول صراع منذ الامطار الاولى. تشيفا بناري يبدو انها حسمت النتيجه مبكرا لكن بحر يحاول من جديد. تشيفا بناري مع اياس ابو جبل بالمرتبه الاولى. بحر مع معاذ ابو علي بالمرتبه الثانيه وطمره مع نزار غرفات بالمرتبه الثالثه. فعلها الفارس الذهبي للمره الرابعه هذا اليوم. اياس ابو جبل على صهوه تشيفا بناري برابع انتصار هذا اليوم. بحر بالمرتبة الثانية مع معاذ أبو علي وطمرة بالمرتبة الثانية مع نزار غرفات. تويج صاحبة المرتبة الأولى شيتا بناري المالك نفتالي المدرب نفتالي أيضا والفارس أياس أبو جبل. ألف مبروك. الثانية كان الحصان بحر مع الفارس معاذ أبو علي. الأخ أحمد حمدان يقوم بتتويج صاحب المرتبة الثانية. ينطيك ألف عافية معاذ.